بشر معكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال برنامج للمولاتي، وكيحضر معنا اليوم كضيف للمولاتي الدكتور طارق الألوسي، طبيب أخصائي في جراحات وطب العيون. أهلا بك دكتور. السلام عليكم. أتمنى تكون على خير إن شاء الله، ومرحبا بك كضيف معنا اليوم من خلال برنامج للمولاتي، وأكيد إن شاء الله أول مرة، وإن شاء الله ننتظر منك يعني للزيارات والمزيد من النصائح الطبية، لأنه في حاجة وخاصة في هذا الاختصاص ديال أمراض العين. اليوم غادي نتكلم معك على مضاعفات السكري بأمراض العين، ولكن قبل نبغي نعرف المستمعين بك الدكتور طارق الألوسي. أنت طبيب أخصائي في الجراحة وطب العيون، حاصل على دبلوم في أمراض الشبكة باريس، وصاحب مركز نظر خاص بجراحة وكشف أمراض العيون بالرباط، حاصل كذلك على دبلوم العدسات اللاصقة بوردو، ودبلوم علاج مشاكل حول بفرنسا، ودبلوم أمراض يعني علاج أمراض جلالة بتولوز، وفاعل جمعوي يعني عضو في الجمعية مبادرة الخير درب السلطان، واللي كتساعد فيها وكتقوم يعني كطبيب بجراحة وعمليات وكشف أمراض العين بالجمعية. يعني تبارك الله عليك، يعني صراحة سن صغير، يعني تبارك الله طبيب شاب، والحمد لله يعني مشوار مهني طبي يعني مليء بالكفاءة وبالإنسانية، وهادشي اللي افتقدناه يعني صراحة. يعني بغينا نرجعوا أنه الطبيب يعني يكون كيجمع ما بيناتهم جوج، الكفاءة والإنسانية، لأنه قدما كانوا هادو بجوج قدما يعني حتى الشخص المريض كيكون جاي عند الطبيب وهو مرتاح. اليوم احنا غنتكلموا معاك على مضاعفات يعني السكري بأمراض العين، وكنعرفوا أنه مرض السكري يعني كيصيب 12% تقريبا على مستوى العالم من نسبة ديال الإصابة بالعمى، وكاين يعني كيعطي مضاعفات كثيرة. يعني مرض السكري عنده علاقة كبيرة يعني بالأمراض ديال العين وبالمضاعفات، فكيفاش ممكن أثر مرض السكري على الشبكية وعلى مستوى العين؟ كنشكر ميد راديو سناء استضافة ديالي في البرنامج. الحمد لله بفضل الدراسة، بفضل إعانة الله، الحمد لله تفتنا في هذه المسيرة. من بعد اتضح لنا بان اسر مغربيه فيها بزاف ديال مرضى السكري، ما كاينش اسره من الاسر المغربيه فيهاش السكر والمضاعفات ديالو. دونك من بعد قررنا نشوفوا هذا الميدان ديال الشبكه والمضاعفات ديالها، كيفاش كيتاثر الشبكه بالسكري. هذه المضاعفات يمكن لنا نقسمهم الى اثنين، كاين مضاعفات كتقيس الجهه الوسط ديال الشبكه، وكاين مضاعفات كتقيس الجهه الخارجيه ديال الشبكه. بالنسبه للمضاعفات اللي كتقيس الجهه الداخليه ديال الشبكه، هادو كيكون تورمات ديال الجهه الداخل المركز او البقعه ديال الشبكه. التورمات عندها علاقه بالطو يعني نسبه مرتفعه السكر و المدة ديال السكر. ديال السكري. بالنسبة للجهة الخارجية هي العلاقة مع المدة ديال السكر اللي كيكون ما منضبطش، وعندها علاقة مع ارتفاع ديال الضغط في بعض الحالات. خصنا نعرفوا بأن مرضى السكري مصابين أكثر من غيرهم بأمراض السكر، بأمراض العيون. هذه الأمراض العيون يمكن لها تؤدي إلى العمى. يمكن نقدر نتفاداوها ببعض النصائح، ولكن فنفهموا بان نعطيكم واحد غابيل على شنو هي الشبكه وكيفاش نعرفوا قبل ما نعرفوا على المضاعفات. دونك بالنسبه لكيفاش كتشوف العين، كيفاش كيمكن لنا الرؤيه، دونك الضوء كيدخل العين من القرنيه وكيوصل للشبكه. الشبكه شنو الدور ديالها؟ هي كتحول الاشارات الضوئيه الى اشارات كهربائيه. اشارات كتدوز للعصب البصري ثم الدماغ. فإذا كان اعتلال في الشبكة كيكون من كتقاتل العروق ديال الصغيرة ديال الشبكة، حيت مرض السكري العروق دموية دموية، حيت ما ننساوش بأن السكري كيقيس العروق ديال الجسم كله ماشي غير ديال العين. فكاين العروق الكبيرة وكاين عروق صغيرة، العروق الكبيرة بحال ديال القلب أو ديال الكلى، وكاين عروق صغيرة بحال ديال الشبكية. دونك شنو من كتقاتلو هاد العروق كيرجعو بحال واحد التسربات ديال المواد اللي كتكون داخل في العروق، وكيكون تورمات أو لبعض المرات كيكون امتدادات في هاد العروق، امتدادات فكيطرا كيكون موت في أجزاء ديال الشبكة. ملي كتكون امتدادات يعني الدم ما كيبقاش يدوز للشبكة، وما تنساوش بأن الدم هو اللي كيغذي الشبكة بالأكسجين وبالمواد اللي كتمكن الشبكية باش تعيش، تقوم بالوظيفة ديالها. كيكون امتدادات.
فهاد الانسداد كتنقص لنا من لا فونكسيون يعني الوظيفه ديال الشبكه في هاد الاجزاء اللي ميته وانتما كيكون هاد الاعراض ديال الشبكيه. يعني بالنسبه للاعراض الشبكيه ويعني وبهاد الامراض ديال العين اللي كيصيبوا يعني مرض السكري، كيفاش ممكن يشعر المريض يعني بمرض السكري بانه راه كاين يعني تاثير على هاد الامراض ديال العين؟ يعني كيفاش ممكن نعرف؟ لانه في الغالب كيكون شخص مثلا عنده مرض السكري سواء مثلا يعني مهتم يعني بالصحه ديالو ولا لا، كيوصل واحد المرحله حتى كيقول لك راه مشى لي يعني البصر ديالو. شكرا على تركتي هذا النقطه المهمه، هو بان مريض السكري في بالك كاين جوج الانواع ديال السكري. كاين جوج انواع السكري، كاين السكري اللي كيقيس الاطفال وكاين السكري اللي كيقيس اللي ضد البالغين. دونك بالنسبه للسكري اللي كيقيس البالغين، خاص الانسان ملي كيعرف من عنده السكر خاص كل مره في العام كيمشي بصفه منتظمه عند الطبيب ديال العينين باش كيشوف قعر العين، يعني هو الفوندوي قعر العين، واخا ما كيحس بتا حاجه. علاش؟ حيت بحال اللي قلت لكم الاعراض ديال السكري كيبداو بلا ما يحس بها المريض ديال السكري. يعني قبل ما نوصلوا للحالات ديال النزيف والحالات ديال الانسدادات، الطبيب العينين كيبان له بعض الاعراض في الفوندوي في ومن تما يمكن يعني الفحص كيكون كل تقريبا كل سنة ضروري. ما ننتظرش يعني الشخص المريض مرض السكري حتى مثلا يحس بانه عنده التهاب ولا حرق في العين عادي يمشي عند الطبيب. دونك هذا لو ميساج كنوجهوا لجميع مرضى السكر، يعني صف نورمالمون خصهم يصيفطوا للطبيب اللي كيعالجهم على السكر، يعني لوندوكرينو ولا الطبيب العام. ولكن اذا ما صيفطوش خصهم يشوف طبيب العينين بصفه منتظمه. في حاله اذا بدات كتقاص الشبكه في الاول ما كيحس بوالو، دونك الا ما تقاسوش الوسط ديال العين، حيت الوسط ديال العين هو اللي كنشوفوا به. دونك حتى كيتقاس الوسط ديال العين كيكون شويه الحاله. هادشي اللي كيوقع في الغالب، وربما بزاف الناس ما كيفهموش، يعني كيف ما كيفهموش شنو كيوقع بالتحديد. بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم السكر، هذيك حاله اخرى، يعني بالنسبه للوليدات كيتقاسوا مثلا 12 عام 10 سنين، هذيك الحالات كان نورمالمون كنشوفوا مره في العام. علاش؟ باش نيديوكيو، باش نربيو لي بارون الوالدين باش يجيبوا ولدهم يتشوه مره في العام. ولكن في هذه الحالات اون جينيرال بصفه عامه الاعراض كيبداو على 3 سنين 4 سنين اذا كانت السكر ما بقاتش. يعني خاص دائما الفحص والمراقبه الطبيه يعني ضروريه. واش كاين فرق مثلا ما بين مثلا مرضى السكري اللي عندهم النوع الاول النوع الثاني، يعني وعلاقتهم بامراض يعني العين، ولا كاين اختلاف؟ معلوم ما نساوش بان النوع الاول كيبدا بصفه مبكره، يعني واحد الوليد اللي عنده 11 عام 12 عام وهو عنده السكر ملي كنوصل 30 عام راه المده ديال السكر هو طالع هابط طالع هابط، كيكون عنده الاعراض اكثر من الانسان اللي عنده سكر تيب 2 او لا نوع ثاني. دونك حيت ما نساوش بان مضاعفات السكر عندها علاقه بحال اللي قلت لكم بجوج الحوايج، المده ديال السكر وشحال هاد المده، والسكر كيطلع وكيهبط او لا ما منظمش ديما طالع. دونك هادو هما العوامل جوج المهمين. كاين عوامل اخرى اللي كتجعل بان مضاعفات كيجيو دغيا، هما الفشل الكلوي اذا كان الكليه ما كتخدمش الوظيفه ديالها، او لا كاين بعض الناس اللي عندهم طونسيون ارتيريال ارتفاع ضغط الدم اللي ما كيكونش مراقب. حديثا هذه واحد سنتين او ثلاث سنوات اكتشفنا بان كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم سمنه شويه وكيكون عندهم اختناقات في الليل، اختناقات في كتسمى لي زابني دو سومي، اختناقات كيكونوا ناعسين وكيتخنقوا. دونك هذوك حتى هو رجع عامل كنلقاو بانه كيقدر يحدث مضاعفات ديال السكر. هادشي حديث دونك وكندير لهم انوجيسترومون، كندير لهم واحد التسجيل ديال النوم ديالهم، كنشوفوا واش عندهم اختناقات وكنعالجوا ديك السمنه وكنعالجوا كيتعالج كلشي.